ما شاء الله، الله يبارك فيك. ولادة أنثى كناري، ما شاء الله، الله يبارك، الله يبارك ما شاء الله. معكم سيف في قناة تربية الحسون والكناري، ما شاء الله، هذه البيضة الثالثة تاعها. إن شاء الله رانا معكم ديما خوتي، ونعاونكم بشي اللي قدرنا، وأي نصائح، الحمد لله، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك، الله يبارك. ما شاء الله. بون جماعة اللي راهي تسقسي فيا برك، حتى تفكرت ملي مادام راني ندير فيديو. جماعة اللي راهي تسقسي فيا على الدواء، والله يا اخواني شوف باش نكون معاكم صريح لابعد الحدود، انا لي برودوي والله ما نعرف الدواوات، ما نسمع بهم بالك النيكتون على بالي تاع الدوجات اس افي كول تاع كبده نسمع بهم، بصح والله يا خوتي لو كان تعطيني باطا تاع نيكتون اقسم بالله ما نعرفها. اتمنى لو عطيتك الدواء اني ندفع فيك على راسك، انا الدواء والله ما نعرفه وما نستخدمش بيه، خلاص هاي سي بو باطا الحمد لله. او اسكو بانتكم في الفيديو ولا نو هاي ليكم هذه كاركة الحمد لله، هاي ليكم هذه ثاني ما شاء الله. ليسونسيال خوتي انني الدواء خاطيني والله ما نعرفه خوتي، ماشي زعما شغل نبخل كامله، والله يا خوتي نو سيريوس، انا الدواء والله ما خدمتوش جامي، تبعت ولا خدمت فيه، نخدم ناتيرال الحمد لله، راكم تعرفوني ملي بديت ناتيرال، دوك اي حاجه نعطيها لك كيما دواء ولا تجهيز ولا تحفيز راح تكون طبيعيه خوتي. يبقى ما كان لها تعي روحك تقول لي اعطينا برك الدواوات اللي تخدم بهم، والله يا خوتي ما نخدم الدواوات، رانا رمضان رمضان ورانا في الصباح، انا مع الصباح اقسم بالله ما نخدم بحتى دواء، انا الشيء اللي نخدم به صح صح، ثم انا عندي مبدا نخدمه اسمه الوقايه قبل العلاج. بون كيفاش الوقايه قبل العلاج؟ انا الفرخة تاعي نقيهم قبل ما نخليهمش يمرضوا، نقيهم علاش نخليهم حتى يمرضوا من بعد نعالجهم؟ كيفاش تعقيهم؟ اخواني لازم تعطيهم لي زونتيبيوتيك، لازم تعطيهم بزاف حوايج، وانا مير اونتيبيوتيك عندي اقسم بالله غير البصله. هاي ليكم هاي في المشربية هاي اسكو تبان لكم هنا هاي هنايا ها. ومام مام تلقى الماء ما فيهش البصله ها هاي هنا ها. مام ما تلقاش فيه البصله خالتي اقسم بالله غنحطها في الماء تطلق شويه يوم ولا يومين ونعاود نلوحها. هاي ليك ماني بريباري في هاي البصله، راني مديرها كاع لي كوب اللي عندي كامل باش نتفاهمو. بون ان شاء الله خوتي مازال مواضيع نجاوب فيك نجاوبكم على الاسئله تاعكم. الحاجه الثانيه خوتي سمحوا لي بزاف على الجماعه اللي تكومونتي لي برك فلاشين وما ريبوندي لهاش بالجواب، راني يعني نعطيكم ديجا لافي نقول لكم هاو لافي تواصلوا معايا بس كاين اجوبه لازم تسمعهم خير هضره خير ما نعطيهم لك كيما نقولوا كومونتير برك، قدر نعطيهم كومونتير تفهمني انت بالناقص بو تطبق المعلومة غلطة. خير خبر خوتي ما فهمتني نسمع في التسرسير ما فهمتش لا فوما لي بوزات بو كوبلا من برا ليه بالك هما لي بوزات اي مالي فهمتوني خوتي كي نعطيك الجواب تما تسمعو خير ونكونتاكتيو ديريكت تهز الجواب احسن خير ما نعطيهولك هكذا في كومونتير كلام برك قدر تفهمني بالناقص قدر ما نعرف فهمتوني خوتي ليسونسيال خوتي مش ما نطولش عليكم وانا مازال ما رقدتش تما راني نتيري شي برك في الهضره ليسونسيال خوتي ربي يحفظكم ويوفقكم الله ان شاء الله وربي يصلح لنا ويصلح لكم وما تنساوش خوتي كثرونا من ربي يبارك خوتي العين حق وبالتوفيق للجميع وان شاء الله هذا العام خوتي نصلحه كامل وانا عطيتكم وعد وراني عندي وعدي وباذن الله هذا العام نفوتوه على خير العام الجاي نبدا معاكم من مرحله غيار ريش وروح حتى الكوبلاج. هذا العام ما بديتش معاكم ماشي انا اللي ما بغيتش، حليت لاشان الاولى سينيالوني زدت حليت لاشان الثانيه سينيالولي ومن الثالثه راهم سينيالي هي باش نكون معاكم صريح الحمد لله تما ربي راه يدعم فينا تطلع لاشان وحدها وما راحتش ونعاونكم بالشي اللي خدرناه خوتي وبالتوفيق للجميع والسلام عليكم.